السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جوار بيت مجيب عبد الحي عباس. هناك في فاعل خير يعمل طريق بهذا المكان، ينظروا كتب الله أجره وبارك الله له وجعل في ميزان حسناته ليوم الدين. هذا العمل عمل طيب، وهذا المكان كان منحدر خطير للمشاة والحيوانات، والآن بدأ العمل ليعلم الله من هو هذا فاعل الخير سلام الله عليه وبارك الله له فيما أنفق في سبيل الله. شكرا لفاعل الخير بهذا المكان، وشكرا لفاعل الخير في تحويش المقبرة بالسلف، وشكرا كمان لمن عمل المقصورة للجامع وبارك الله له حيثما كان وأينما يكون، كتب الله أجر. هذا العمل هو الأهم، هذا العمل مهم جدا والله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهناك الأخ طاهر محمد فاضل وابن جوار العامل يشرف على العمل، بارك الله لمن ساهم مقدم وبذل وسهر وتعب وناضل في سبيل الله. شكرا محمد ريحان مراسلكم في الأعمال الخيرية في كل مكان. السلام عليكم.